نشأت في هذه القرية وترعرعت فيها وتعلمت في كتابها، ثم بعد مدة جاء الاستعمار وأخرجنا منها عنوة نظرا لموقعها الاستراتيجي. هناك عدة مناطق أثرية أذكر منها الزاوية القديمة والحديثة في آن واحد، التي تعد نبراسا علميا قديما وحديثا يقتدى به. على حسب الأحاديث تاع الأجداد تاعنا، القرية هذه حوالي 8 قرون 9 قرون من القدم وجود القرية هذه. من المناطق الأثرية هنا في الدشرة تاع القلاع كاين معصر تاع الزيتون، كاين أشجار الزيتون، كاين الوديان، كاين الزاوية العتيقة، المسجد العتيق منذ حوالي 6 قرون اللي بناه الشيخ أبو حمص. أنا لم أهاجر هذه القرية، ولكن هاجرتها فترة قصيرة ثم رجعت إليها. جلبني الحنين ومسقط رأسي إلى هذا المكان، أحن إليه كل يوم. من الأسباب الأساسية اللي يحضروا الناس الدشرة هذه، أولا تمدن الحضارة قاسنا، ما يقدروش يواكبوا المعيشة هنا، لأن المعيشة هنا شوية صعبة، معيشة تقليدية بدائية مرتبطة بالأرض، والناس حبت التمدن راحوا للمدينة. احنا إن شاء الله نحافظوا على التراث تاع المدينة هذه والدشرة تاعنا باش تبقى محافظة على الأصالة تاعها، وشي هو لازم يتطلب لها شوية تاع حوايج تاع تمدن باش الناس تعاود ترجع للمدينة القرية تاعنا. كلنا يطمح إلى أن تكون هذه القرية عالمية، عالمية لما فيها من مزايا تاريخية وأثرية التي وجدت على مر التاريخ.